تم اختيارها أغنية القرن. أنا تفاجأت للأمانة لأنه فيها ظلم البار شغنيات سحبها هو عمرو ذياب. ما نعرفش كيف سارت عملية الاختيار تصويت غير وكذا التفاصيل مع السندريلا. أنت ما تعجبكش الأغنية؟ مش أغنية القرن. أغنية القرن معناها أغنية القرن ما عبد الحليم هي عمرو دياب معناتها أنا نقعد باهتة الأغنية تقعد معناها 24 عام نلقاوها في المركز الأول كأفضل أغنية في القرن 21 بمنطقة شمال أفريقيا ودول الخليج العربي هذا حسب رولينغ ستون اللي هي عملت الاستفتاء هذايا وين نشرت المجلة قائمة بالمطربين ونقاو الفنان المصري سي مقداد الصهيلي الملقب بالهضبة نلقاوه في المركز الأول بين 50 مطرب قاو زيدا أغنية تملي معاك اللي كانت خرجت عام 2000 اللي تتصدر قائمة أفضل 50 أغنية بوب عربية وذلك بعد استشارة نخبة من الخبراء في مجال الموسيقى العربية هما اللي اختاروا الأغنية هذه أنها تكون هي موجودة في المركز الأول. الحقيقة أنا تعجبني الأغنية بتتخوين وافقك فما برشا أغاني أخرى حلوة ولكن النخبة هذه وإلا خلينا نقول الخبراء سمحني لحظة بربي قاطعك القرن 21 هو بداية من عام 2000 يعني من 2000 من افضل من افضل الاغاني وفما زيد كيف العديد من الاغاني كيما نلقاو في المرتبه الثانيه طلع شكون يا رشيد ننسي عجرب نيت يا طبطب يا طبطب زيد الثانيه عام 2000 وسيلا في نلقاوها في المركز الثالث للفنان الجزائري الشاب خالد اللي خرجت عام 2012 هذا الترتيب واللي تملي معك تسمعوا فيها نسلموا على صديقنا محرز الجبالي اللي صلح لنا الغلطه القرن 21 من 2000 لليوم قرن غير القرن وزمن غير زمن نقيب تحية للنخبة اللي اختارت الاغنية ذي الدنيا تبدلت ظاهرين دكاترة وظاهرين ناس يعرفوا وعلماء كبار بعد ما توسخت وذنينا بالشيء ذي يلزم ما تعرفش نية حقوا مع الباجيتي يبيعونا شوية باتونية نظفوا وذنينا شوية علي؟ هكا خويا لا شنو اللي صار علاش الناس ولات مقبله على هذا معناها كي تشوف ملايين يدخلوا يسمعوها لليوم عمر 24 سنه لغنى انه زمن العاب علاش باهي اختار من التيتر والتوصيف علاش حسب رايك انت الودنين ولات تميل لهذا علاش والله شوف تميل ما تميلش راهو انا انسان ما عندي حتى اي ثقه فهل الناس اللي تعمل في الاحصائيات مليارات الفيوز حتى ارقام ما عندي حتى ثقه فيو يقول لك مثلا دوفي هو عبد واحد عدو الزعينين لا ما نمنش بالحكاية هذية وعمر ذياب بالنسبة لي أنا حاجة نقي باش نكونوا كويرو مع روحنا احنا راهو نخدموا بالأرقام معناها تو كي ندخل على اليوتيوب لا أنت معايا أنت تخدم معايا بالأرقام ونخدم معك أنا كي نقعدوا ندخلوا نشوفوا تو نشوفوا احنا قداش يتفرجوا فينا في اليوتيوب قداش يتفرجوا فينا في الفيسبوك سي دي ريفيرونس بعد الشهر الجيك الإذاعة تقول لك الشهر هذا يتفرجوا فيك 100,000 الشهر هذا يتفرجوا فيك 3,000 زيد نقص كذا دوك هذا ينطبق حتى على المغنيين وعلى دوك هذا اللي يخليك تسأل شنو الناس تميل ما تسميه انت عبث علاش الناس تميل له تا واحدة كيما الاغنية ذي بربي سمع قوينا يا طبطب يا دلع يا طبطب يا دلع ومازال دلع مازال يلا يلا من غير لا تعمل لي شو نتاعك انت هذه ما دندنهاش وحدك مثلا حتى جرام بالحق لن تبتب لن دلع وش دندن وحدك نقيب في الدار كنت عامل جو لا ما تحكيليش عبد الوهاب وقريت الفنجان وعبد الحليم شنو دندن لا هكا تبدا عامل جو ريت جديد من عام 2000 هذا متولو حقه الراجل توفى مشي على روحه ملحم بركات قال شويه من ابن ومن احلى ما فهم هاو نعطيك جديد جورج عمل شويه لا نسمعوه جورج كي تخزر له راجل تاع عبار ديريكتنا نمشي لك البولينغ لا علاقه بالفرق والله يا رفيق المشكل لأنه الجينيراسيون القديمة ما قلبتش عمرو ذياب حذر على مقدار وحذر على الجينيراسيون هذي راهو لازم تصير قلبة لازم ما قلبة. يا أخي كيما نلبسوا في التسعينات في الثمانينات كيما يلبسوا توا لحظة ومش غالت نقية بنتي تعرف أخدة. وقت اللي عبد الحليم طلع يغني الأغنية الأولى نتاعو ضربوا عليه بطماطم شنية وقتها نسيت واتهم بالابتذال واتهم واتهم بانه يحب ينقص من قيمه الفن وشنو هالفن اللي يغني فيه وغيره كذا ومن بعد العبيد مشيت في ثنيه عبد الحليم ما سمعتونيش ما سمعتونيش مع الاسف انا قلت لك ملحم بركات او هنا ملحم بركات من فرد عمر هو ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم
ملعب بركات خويا غناء وجمله وتوزيع وصوت وبنه وكلام شويه طبطب يا دلع شو الريقه ذي تاع طبطب ودلع والله حلوه شنو هو البنه شنو هو المعنى شنو الرساله بربي لحظه مش لازم كل غنية راهو فيها رسالة ومش لازم الفيلم فيه رسالة نجم ندخل نتفرج في قصة نجم تكح وتخرج زي غنية يا اخي قصوا يا اخي طلقوا يا اخي الفيلم عادي حكاية مش لازم تقتلونا دوك الغنية تنجم تكون الميلودي نتاعها تعمل جو الكلمات سامباتيك حبك سفاح حبك مانجا وتفاح حلوة سفاح قيت تاع سفاح وكذا معناها حبك قتلني هكا سفاح وبعد حبك بنين مانجا وتفاح اعطيني رفيق فهمتش منها شوية حتى هو راي هو رو مجلة الرولينج ستون هي الريفيرانس مونديال نيميرو 1 في الغناء معناها اللي عندها الكتالوج اللي عندها انورم ومعناها لا نشكك في معناها في الخبراء نتاعها انت عاقبت اليوم انت عاقبت النقيب مرتين انت عاقبت النقيب مرتين لازم ما تعطيش الكلمه زيد تعطي له طبطبه وي في بالك اللي فنانك المفضل شكون هو فاضل شيكر حتى هو موجود في القائمه نلقاه في المركز السادس باغنيه يا غايب يا غايب هذا دز معاه رفيق بربي يا غايب مش حلوه بتاع فاضل لا براد بس فر احسن اغنيه غنيها هي روح الله الله على فضل شاكر روح حبيبي روحها اه شنو بدك فيا شنو هك التوزيع شنو هك البنه انا تبتب وانا دلع وصابر الرباعي زاد موجود راهو سيدي منصور كلها اذواق نحترم احنا ديما نحاولوا نقنعوك انت ماكش باش تقتنع بالشيء الموجود هذا ولكن اغنيات كيما حبك سفاح ودلع وتبتب وغيره اغنيات تعمل عليهم كي ما تنجمش تقول لي ما تنجمش جو كبير واحنا نحكيو قاعدين على أرقام على على أنغام عفوا يا غايب فضل شاكر يجيب بعدين جعفور سلموا عليه شاتينا رأيه بعد شوية في بعض المواضيع على السيريوز ولكن ما تجمش تقنعني مهما تقول إنه اللحن هذا لحن هذا خايب اللحن هذا من مسج وصوت فاضل كيقول لك يا غايب ليه ما تسأل أحبابك اللي يحبونا كل حد حر في ذوقه يا أستاذ أنا بفكر فيك أنا أستاذ أهلا بيك أهلا بيك اسمع اسمع برب يسأل نسيني محلاها تهبل اقل من نكيت واللي يدلع وتبطب تقول حاجه مستيسه مع تحياتي للخبراء انا ريت انا كي نحط لك فزتوا الدنيا كل الخبراء ليش عيال ريت انا كي نحط لك غنيه نخلي الجمهور يجاوبك يبدا يغني من قلبه يا حمار مسكين هبطوا نخرجوا فاس نخرجوا فاس لحدات رسمك حتى للتسعه ونص ما تبعدوش صباح الخير تونس.